عالسلامة عالسلامة عالسلامتكم الناس كل شحويلكم، إن شاء الله تبدأوا في خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم كيف ما العادة ولا يقطعنا عادة إن شاء الله بفيديو جديد امتنوا وش حسيدوا بطلب من بارشا ما شاء الله فيكم. قلقتوا وكرهتوا الكوجينة حاسيلوا كل شيء، تقولوا لي ديما عمل بينا دورة وخذ بخاطرنا وكل هذاك، علاش خذيت بخاطركم ورجعت لكم كيما قلت لكم فيديو امتنوش. اليوم ان شاء الله باش نهزكم معايا نعملوا دوره في سوق الخميس، سوق الخميس نتاع الطليان مش نتاع تونس. في بالي فما سوق الجمعه في تونس اللي هو في اريانا، ما نعرفش مازال موجود ولا لا، مشيت له قبل مرتين ولا ثلاثه الحق، ما كنتش ديما نمشي له. المهم مشيت له وكي حاسينه محليك سوق الجمعه والفريف نتاعو هكا جاو هكا يمات القرايه. بريف اليوم ان شاء الله باش نعملوا دوره في سوق الخميس، صغرون شويه هو السوق هذايا، اما فيه شويه حاجات مزيانين فيه وعليه، يعني هو اي سوق بصراحه فيه وعليه. بصراحه عندي عليه برشا سوق الخميس هذايا، برشا 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 حاسين هو قبل حتى من اللي يصير معناتها الحجر وكل شيء. ما مشيتش يعني دوب ما دخلت جبدوني هذوما، حسيت فما كوليكسيون جديده وهي الحاجه باهيه اللي واحد كي يقعد برشا كل شيء الحاجه تولي تعجبه، اما كي واحد يمشي كل جمعه كل جمعه تولي نفس الحاجات. هذاك علاش انا ما عادش نمشي ديما ديما بصراحه، نمشي ما اعرف قديش نلقاش حاجه جديده جابوها وكل شيء نبدا عامل عليها جو نتفرج وشيخ او يمكن ساعات نشري، خير من اللي نمشي كل جمعه كما قلت لكم نفس يعني الحاجات تبدا موجود. المراول اللي عندها حلوين حسيلو والكوتون تاعو مش خايب، فاهموا عليهم زادا فما اللي يبدا كوتون تاعو باهي وفما اللي كيكو برا. بالنسبه للسروال تخيلوا كوتون يا اخي ما طلعش كوتون. بريف بالنسبه للمراول على كل لون يا كريمه حاسين بين 8 والعشرة ولا 12 قالت، وما عادش يطيحوا كيما قبلك تقولك 12 سي 12، يعني ما تحاولوش تبيعوا تشريوا معاها في انورو ولا في دوزورو مستحيل، بالعكس تكحلك على جناب هكا حسين متقلقه تبدا. بريف فما هذه زاد متاع السيكان موجوده في السوق متاع نهار الخميس وفي سوق نهار السبت، عندها حاجات مزيانه على الاخر يبداو من 20 25 35 45 وصلتني مره ل 75 حاسين صدمتني بصراحه. 75 يعني واحد يمشي يشريه ماخك ولا حاجه يطلع يهبط عندي انا سوق 75، يعني هذوكم عجبوني خاطر امان الله يفركس على واحد باش يولي يخرج بيه يا نوار يا كمال. يا اخي من بعد بطلت قلت والله ما ناخذ، من بعد ناخذ يقول لي ليه ومن السوق ودرا شنو سورتو تو في الادوليسونس 15 ما شاء الله كيما تعرفوا مش اي حاجه تعجبه ما خديتلوش. عجبتني على الاخر جبدتني هكا على الاخر الكاميونه هذه، اول مره كاين راه اما هي قالت لي مش اول مره جوست فما تخافو كل شيء بدلو هكا البلايص وكل حاسيلو كل شيء عندها معلق منسق ما شاء الله عليه طلعت طليانيه حاسيلو مش شنويه وكل هذاك علاش ظهرت لي حاجه لوكس تحس حتى اسوامها بالنسبه الشنوة بصراحة أغلى، أما عندها حاجات عجبوني على الآخر مزيانين كما قلت لكم يكون خاطر منسقين وكل شيء وتوندونس حسيتهم. عندها لي غوبا دوما زاد حلوين سامبل الكل على 18، في بالي ظاهرة تيكي طلعت كاينها ماهيش ظاهرة، على كل لون يا كريمة زاد كيف كيف. باغ كونطخ عند الشناوي يظهر لي ب 12 15 تنجمو تلقاوهم، يعني هذاك علاش كيما قلت لكم الطليان ديما أغلى، مي زاد حتى الكاليتي متاع بصراحة القماش اللي عندهم يبدا ديما خير حسيتو. وكل لبسة زادة بالماسك متاحة اللي قولكم راه ملاوينكم نتبعوا التوندونس نحن في كل شيء حاسين عندها حاجات حلوين على الاخر ديجا والله بالحق، يعني اول مرة تعجبني حاجة برشا برشا في السوق. هنا تعديت تعديه بصراحة على الخضرة وعلى الغلة ما عينيش باش نقف اللي عندي في الدار يزي الحمد لله مانيش شاري حاسين ومقرر مانيش شاري الدنيا سخونه وما عينيش باش نقعد نقف ونثقل على روحي اون بلوس بالخضره والغله ونبدا ندور به ما عينيش.
هنا حبيت نوريكم سدى عنا فريه اللي يقولكم بدينار بدينار يا مدام يا مدام سعاد كل شيء بدينار حاسين تضحكوش علي يا عاد. Quanto costa questa? Completo o non completo? Completo, quanto viene? Completo totale 9 euro. Grazie. Invece quella? Qual è? Quella 5 euro. Completo è 5 collana, 4 euro o le 9 euro in totale. حتى شنو راهو عندهم حاجات مزيانين بالحق يعني كيما تراو هذايا عجبتني عند الاخر تبدا مع حاجه هكا نعرف الشغوب هكا في الكامل فاتحه تبدا ولا في نو مش في الكامل في جون متاخت حبيت نقول ولا مع النوار حاسين عندهم حاجات حلوين هنا عندهم هكا الكودس بودينار نقولهم بودينار ما هما انورو يوليو 3000 مش بودينار الحق كي واحد يغطس فيهم يلقى فيهم حاجه اما انا كيما قلت لكم نعم في دوره ما يعنيش باش نقعد نغطس ما نعرفش كان في بالكم حتى تلين راهم يمنوا بحكاية الفلفل هكا وقرون الفلفل حسيلو كل حكاية هذيك القرن هذيك حسيلو بنورو قالت في اللحظة هذيك شاهدتني في صحين مقلي حسيلو قرنين فلفل حارين أم أنا عملت البارح مقلي ألوغ ما نجمش نزيد نعمل اليوم مقلي كان في بالي باش نمشي للسوق راني ما عملتش البارح مقلي بريف حسيلو شهوة تتعدى وكهو يبيعوا زادا باغ ديتاي ذكروني في قبل كي كنت نمشي انا وبنات صاحبتي نشريو من ريدروم الحكايه هذوما مغرومين بهم نخدموا بهم كل شيء يا حسره حبيت نوريكم بخيسك مش هما بيدهم لي غوب عند واحد شنوي هنا ب 12 اللي الاخرى عندها ب 18 يعني بون مش نفس الموديل هاني قلت لكم مي بخيسك وفي ساعه ما بداو يلموا يعني قريب 11 ونص نص نهار غير ربع نلقاهم بداو قاعدين يلموا فماش خدمه فما شويه عبيد قاعده تدور وكسيد ويمكن الدنيا سخونه وبلوس ماكم تعرفوا توا كريزه تاع الناس الكل على العالم الكل في ساعه في ساعه حسيوا ما بداو يلموا عنده المراول هذوما زاد محلاهم على 8 اما الكوتون نتاعهم مش حلوين حتى طرف مش به يعني الكوتون يعني شعلت بالسخانه اللطف حسيلو فك السخانه تقتل تقتلك السخانه عرضتني الربع هذه بعشرة حسيلو كان نلقى راني خديتها وراني لبستها بالوقت قماشها يبرد على الاخر على الاخر فيها برشا الوان في الاخر حسيلو ما خديتش ما عينيش باش نقعد نقف وهكا ونقيس وكل حكايات هذاك علاش ما يعجبنيش السوق بصراحه على حكايه هذوم يعني هذاك علاش بصراحه واحد في بوتيك يبدا هكا متفرهد وكليماتيزور يضرب خير من السوق تمرميد مثلا كان سخانة ولا كان مطر ولا كان برد ولا سويمون بلوس نلقاه بعشرة في السولد يعني بصراحة بخمستاش باثناش موجود كل شيء في السولد يعني في البوتيكيت اون بلوس عجبني تيشيرت البلون هذاك محلي حسيلو قالت لي بثلاثاش من الاول قالت لي 15 من بعد كي قربت وزوميت وشافت كل قالت بثلاثاش كيما قلت لكم في السوق بصراحة واحد حتى باش يقيس بالمرج باش يرجع بالمرج يعني واحد يستنى حتى الجمعة اللي بعد هذاك علاش انا كيما قلت لكم الحاجات اللي ما يعجبنيش السوق عجبتني الغوب هذه بعشرين اما ما خليتهاش حاسين ما خليت قعدت ندور قلت خلينا نعمل دورة نشوف شنو فما شنو ما فماش ويا من ناحية كان عجبتني حاجة تقعد لي في مخي نرجع لها ان شاء الله الجمعة الجاية كان هنا حبيت نوريكم مشكاك هذوما بزوزورو يعني قريب 6000 فرنك توينس قبل كي كنت نشوف الاسوام هكايا نتفجع كنت نجيب معايا حتى من ركلات نجيبها من تونس حاسي نقول بودينار 500 صابون اخضر حاسي كل شيء نجيبه قبل من تونس ومن بعد بصراحه ما عادش نجيب خاطر بالحق الكاليتي تفرق لا علاقه بصراحه حتى بزوزورو يعني اغلى وكل اما الكاليتي لا علاقه هذه زادة عندها حاجات ديما توندونس وحاجات ديما لوكس واسوامها زادة لوكس ما شاء الله حاسينو عندها حاجات حلوه اما حتى من الكاليتي نتاعها راهي ديفيرونت عليهم الكل بصراحه عندها كاليتي باهي كيما تراو فيها عندها شقاشق حاسينو عندها برشا جو هكا جو جو اما حتى اسوامها عندها ما تقول فيها Thank you.
هكا هاو كملت الدورة، إن شاء الله عجبتكم حسين وروحت للدار باش طيب لهم الفطور، حاجة سهلة وخفيفة وصيفي فك الدنيا سخونة. كيما قلت لكم شتيت صحن مقلي، أما فو اللي البارح عملت يعني مقلي كل بصراحة ما يجيش كل يوم، هذاك علاش الدنيا سخونة عند آخر واحد. أنا ما عينيش باش نقعد واقفة ياسر في الكوجينة، نهار هكا ونهار هكا. عندي كعبات البتراف هذوما وريتهمكم مال اللي فات، نشريهم حاضرين، وكسفناني هذيك كيف كيف حاضرة مسموطة. جست قصيت البتراب وخلطتهم مع بعضهم، زدتهم شوية مايس بني عندي في الدار، ما عنديش بومودوريني في بني عندي، وفوحت شوية حشكم ملح وشوية فلفل أكحل وشوية زيت زيتونة وشوية قارص حسيلو، لا هي ولات سلطة ما شاء الله. وزدتها شوية بعد زيتون وقصيت عليها شوية هكا جبن، كنت باش نعمل عظام بعد ما ظهرنيش حسيلو. يعني بني عندكم في الدار سلايطة بولا وانتخطان. حطيت الميم تاعي يغلي ملح، جوست صبيت عليه كما تراو لهنا كعبت المقارونة، رطل المقارونة هذه تيب 3 دقائق، وريتهاكم مرة أخرى. تورتلوني ما فيها حد شيء، بالريقوتة والسبنيخ 3 دقائق لا هي طابت كما ريتو، فطور سهل حسين وبنين وفيه الفيتامين، ما عملتش لاسكالوب لا الحامل حد شيء، الحق متاع ربي. كل نهار وقسمه ولا في الليل يا منحية ولا منت غدوة. وملحتها شوية ملح حشيكم وعصرة قارص حسيلو، وتنجموا تحلوا عليها شوية زبدة كان تحبوا بالطبيعة، وإلا تعملوها بالزيت زيتون. أنا عملتها بالزيت زيتون، أنا ما حبيتش الزبدة، كل مرة كيفاش يدهني راهو بصراحة. وما ننساوش هكا شوية جبن المرحي كيلك سوا بارميجان ولا أي نوع متاع جبن عندكم ما يهمش، كان حسيتوها شايحة شوية زيدوها شوية زيت وإلا شوية زبدة كيما قلت لكم حسيلو. أنتم عينكم ميزانكم هكا ما تجيش برشا برشا في الصحن، خاطر راهو تراوها شويه، اما هي شويه هذاك يقنع بالقدا بالقدا، خاطر كيما قلت لكم محشيه بالريقوتا والسبنيخ وتجي زادة حمراء يعني صوص خفيفه وكل شيء، برشا انواع تجي، المهم كل واحد كيفاش. المره هذه حبيت نبارطاجيها معكم، فو اللي برشا ما شاء الله يسالوني قولوا لي بارطاجي معنا يعني حاجه هكا طليانيه سهله وخفيفه وكل، هاني عطيتكم حاجه من الحاجات اللي نعملوهم ديما. كملنا فطرنا والحمد لله، ان شاء الله عجبكم حسيلو الفطور والدباره كيما ريتو ساهله في 5 دقائق فطور نحضر، الحمد والشكر لك يا ربي. حبيت نوريكم زاد الكولي اليوم وصلني، نودكم ونشهيكم بالريحه التونسيه سخت المغتربات، ان شاء الله كيما راه عندكم اللي متوحشين ريحه تونس سخطو. يعطيك الصحة يا حميدة، يرحم والديك يرحم الميمة اللي جابتك. عجبني على الاخر المرقوم الصغرون حاسينه شيخ تاني على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر، حاسينه قد ما نحكي لك على الاخر شوي. وعجبتني زادة الجبة على الاخر زادة كيف كيف على الاخر، حسيك ندى فرحانة بالحاجة نولي ننزل على كلمة على الاخر على الاخر، شه 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 ما شاء الله عليك الجبيبة تهبل، كان تشوفوا القماش نتاعها زادة قداش البارد محلي حسين، اون بلوس حتى الالوان عجبوني على الاخر على الاخر، اكل الورد والقماش كله حسين عجبني. وعجبتني زادة الجبة الثانية على الاخر على الاخر، سورتو الفير هذايا عمري ما لبست منه، عملت عليها ان بون كيف، ان شاء الله تو تراوني لبستها، ان شاء الله نبارطاجيها معاكم مرة أخرى، نوريها لكم مرة أخرى، حبيش نوريها لكم، خليها سوسبانس هذيك، خاطر ستيل هذاك زاد عجبني على الاخر على الاخر، حسيت فرحانة بهم على الاخر على الاخر. هكا هذوكم اللي جاوني من عند حميدة، حبيت نقول لك يا حميدة يرحم والديك ويرحم الميمة اللي جابتك. وحبيت نوريكم السروال زادة خذيته من السوق على 10 أورو، قماشه زادة محليه أكلي برد وكل، وان بلوس عجبوني لي كولوغ تحسهم صيف في معناتها وكل، جوستك السبتة هذيك باش نحيها مش خليها، ما نحبهمش لي سانتور هذوكم يعني يبداو كل ساتيني ولا ما نعرفش كيفاش، بريف مع تيشيرت كوتون هكايا وكل يبرد متاع دار متاع خرجة متاع شلايكة هكا متاع كلهم يعني. حاسي تكيف نلبس ان شاء الله نوريه لكم ونبارطاجيه معكم، اون بلوس حتى سمعه 10 أورو بصراحه في حقه.
تو وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله عجبكم. تو نفهم من لايكاتكم من كومنتاتكم، وكان حبيتوا مرحبا بكم زاد على الانستغرام تاعي، هذه الباج انستغرام، وما تنساو زاد باش تعملوا اشتراك في القناه باش يوصلكم جديد بقدة ربي، وهكا كتشجعوني، وان شاء الله نرجع لكم في الخير. ونقول لكم كان على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد بقدة ربي.